لم يتحقق حتى الآن تقدم يذكر في إعادة إعمار غزة بعد الحرب الإسرائيلية الصيف الماضي، رغم تعهدات المانحين بتقديم 5 مليارات دولار. شباب وشابات من رفح قرروا لفت نظر العالم لمعاناة أهلهم الذين يعيشون بلا منازل في محاولة لرفع المعنويات ومقاومة اليأس. أصحاب البيت هذه فقدوا كتير شغلات، ممكن فقد ابنه، فقد عيلته، فقد بيته، فإحنا بدنا نحاول ولو إشي بسيط إن نعوض الزلمة أو صاحب الدار أو صاحب البيت شغل فقدها. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، عنوان قصيدة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، خطها بريشته فنان شاب. فنانة فلسطينية شابة اختارت سيارة محترقة لتكون أرضية للوحتها التي تتضمن عبارات شائعة في القطاع المدمر. فنانون آخرون من المجموعة نقبوا بين أنقاض البيوت بحثا عن قطع من الحطام يمكن تحويلها إلى أشكال فنية. حبينا انه نعمل اشي بسيط لانه احنا ما بنقدر نعيد بناء بيوت لهم، فاخذنا من الركام فكرتنا انه احنا نروح نلف على البيوت المدمرة، نفتش بين الركام على قطعة ممكن تكون بالية جدا، قطع اسباست، قطع خشب، قطع متنوعة. ويحتاج 18,000 منزل الى اعادة بناء علاوة على الطرق والمدارس والجسور والمستشفيات، وتقدر تكلفة ازالة الانقاض وحدها ب20 مليون دولار. هو مشروع شبابي بيقدم افكار شبابية، بحفظن افكار شبابية انه تتنفذ. فاخذنا احنا سجلنا في المبادرة هذه وانطرحت الفكرة وعجبتهم الفكرة كتير ووافقوا عليها. أنقاض مئات المنازل في أحياء غزة تقف شاهدة على الحملة التي قتل خلالها أكثر من 2000 فلسطيني بينهم نساء وأطفال. وتقول وزارة الإسكان الفلسطينية إن أضرارا جسيمة لحقت بما لا يقل عن 40,000 منزل آخر و200 مسجد في القطاع.